تبعات المشهد اللبناني خلونا نتكلم فيها أكتر مع الأستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي والذي يحدثنا هاتفيا من بيروت. أستاذ جورج تحياتي لحضرتك في البداية، والسؤال الأبرز الآن والذي يطرح نفسه على الساحة اللبنانية، ماذا بعد هذه الاستقالة في المشهد اللبناني؟ مساء الخير. الأمر الأساس أننا يجب اليوم أن نلجأ إلى حكومة جدية وحيادية من أجل القيام بانتخابات نيابية مبكرة. نحن بحاجة إلى أمرين، إلى العمل في مجلس النواب على تقصير ولاية المجلس من أجل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات كي يتم إعادة فرض السلطة من جديد في لبنان، وبعدها يجب أن يتم إجراء انتخابات رئاسية. نحن بحاجة إلى تغيير كل هذه المنظومة القائمة. عندها على الشارع اللبناني أن يختار من يريد إيصاله إلى مجلس النواب من أجل تشكيل حكومة جديدة ومن أجل الإتيان برئي الجمهورية وفق إرادة الشعب اللبناني. إننا نسير في، يعني يجب أن نسير بهذا المنحى، هذا أولا. ثانيا يجب يجب أن يكون هناك صراحة وشفية وجرأة أنه لا يمكن لحزب الله أن يستمر في ظل ما هو قائم وفق ممارساته السابقة. يعني يجب أن يعود حزب الله حزب لبناني، أو أقله حزب يعني هامشه الساحة اللبنانية. طيب أستاذ جورج، أنت حضرتك أشرت لي ثلاث نقاط في غاية الأهمية. أول نقطة الذي يعني ربما تعول عليها بشكل كبير على مجلس النواب بتشكيل انتخابات، وبعد ذلك أيضا تشكيل حكومة، ثم بعد ذلك انتخابات رئاسية. ولكن وجهة نظر تقول بأن كل هذه التغيرات التي ربما تكون يعني سنشهدها في الواقع القريب في المشهد اللبناني لا تسهم بشكل كبير في تغييرات على أرض الواقع، بسبب أن من الممكن أن تكون الأسماء هي التي تتغير فقط، ولكن السياسات تظل كما هي، خاصة بأن الحكومة يعني أشارت بشكل كبير متمثلة في حسان دياب عندما أعلن الاستقالة بأن هذا الفساد الذي يعاني منه لبنان منذ سنوات، منذ التسعينيات وليس منذ السنوات الأخيرة. إذن حتى لا تتغير فقط الأسماء وتظل السياسات كما هي، ما الحلول العاجلة؟ الحلول هي كما قلت لك، هي اليوم يقول الشعب اللبناني أنه يريد تغيير هذه الطبقة، عليه أن يترجم ذلك في انتخابات نيابية شفافة في صناديق الاقتراع، وليتحمل الشعب اللبناني مسؤولية من يختار. بكل بساطة يجب أن تكون هذه الانتخابات يتم مراقبتها كي تكون فعلا ديمقراطية بعيدة عن الضغوط والممارسات. يعني جميعنا يعلم الممارسات التي كانت قائمة خصوصا في البيئة الشيعية حيث الثنائي الشيعي، والضغوط التي كانت تمارس على تلك البيئة وعلى المرشحين. تعرضوا على سبيل المثال، يعني الزميل علي الأمين، الصحفي علي الأمين الذي كان مرشحا في جنوب، تعرض للضرب وكاد يقتل لأنه ترشح خارج هذا الثنائي. يعني يجب أن يكون هناك انتخابات نضمن فيها حماية الناخب أن يصل إلى صندوق الاقتراع، ونضمن فيها. ولكن كيف تكون بيروت مهيئة لاستقبال هذه الخطوة؟ يعني هذا هو السؤال، خاصة وأن الشارع اللبناني يعني يأمل في المزيد من التصعيد. اليوم كما يطالب الشعب اللبناني بجزء كبير منه بلجنة تحقيق دولية لمعرفة ماذا جرى على المدفع، وبإشراف دولي على المساعدات وتوزيعها وعلى مدفع الأضرار، لأن لا ثقة لا لبنانية لا لدى الشعب اللبناني ولا لدى الخارج بالمنظومة السياسية القائمة كي تدير هي توزيع يعني التعويضات على المواطنين. أتصور أنه بإمكاننا أن يكون هناك انتخابات نيابية، يكون يمكن ربما الاستعانة بإشراف. ولكن إلى أي مدى يعني توجد ضمانات حقيقية لشفافية هذه اللجنة الخاصة، لجنة تحقيق دولية، إذا تمت بالفعل على أرض الواقع في المشهد اللبناني، حتى يتم ضمان يعني خروج انتخابات لائقة وأيضا يعني تشبع طموحات الشعب اللبناني؟ يعني أقل الإيمان سوف تكون أفضل من التحقيقات التي يجريها لبنان.
يعني جميعنا يدرك جيدا الواقع المرير الذي نعيشه بما يتعلق. يعني قوى الرادع عشر نزار قدمت 7 أو 8 شهداء، اغتيالات، انفجارات، لم يتم القبض على ولا أي عملية اغتيال من يقصراها. هناك إنجاز يتيم تم حين كان ميشيل سماحة ينقل عبوات الموت من سوريا إلى لبنان وتم القبض عليه، ولكن من قبض عليه كان اللواء الشهيد وسام الحسن، ودفع وسام الحسن حياته اغتيالا لأنه أنجز أو كشف عن هذه الخلية، عن خلية ميشيل سماحة أو عن نقل ميشيل سماحة لعبوات الموت. فبطبيعة الحال يعني جميعنا يدرك أن التحقيق الدولي سيكون أفضل من التحقيقات التي نشهدها، لأننا نعلم أن كما أن حزب الله يعني يتفرد في السياسة الخارجية لبنان، كما أن حزب الله لديه ازدواجية في السلاح، لدينا ازدواجية في السلاح على الأراضي اللبنانية، جميعنا يعلم أن لحزب الله كمان. ولكن الأهم من هذا هو يعني تهدئة يعني الأوضاع الخاصة في الشارع اللبناني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي اللبناني على كل هذه الإيضاحات.